بكم من جديد. كما قلت لكم نستقبل ضيف الجزء الأول مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني. مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك. قبل ما نرجع على اجتماع البارح في المناسير والإعلان الرسمي عن مشروع أو حزب تحيا تونس، مازلنا ما نعرفوش طبيعته، هذاك علاش تكون حاضر معنا باش نسألوك ونوجه لك السؤال هذا في طبيعة هذا المشروع السياسي. لكن قبل ذلك تقرير لزميلتنا رانيا المحرزي. في اختتام اللقاءات الجهوية التشاورية تم البارح خلال اجتماع جماهيري كبير حضروا أكثر من 7000 شخص الإعلان رسمياً عن حزب جديد يحمل اسم تحيا تونس. أكدت قياداته أنه يقوم على الديمقراطية وعلى علاقة أفقية جسم إرادة وقرارات القواعد، وتعمل من أجل تنمية اقتصادية شاملة تعنى بكل الفئات والجهات، وتقطع مع الفساد وتحارب الإرهاب وتوحد العائلة الوطنية. نعلن في اختتام اللقاءات الجهوية التشاورية التي انعقدت بكامل تراب الجمهورية وفي لحظة تاريخية فارقة وبملء إرادتنا الحرة عن تأسيس حركتنا. وحسب القيادي بالحزب مهدي بن غربية، فإن الهدف مش تأسيس الحزب رقم 216 في تونس، بل أنه ضرورة اقتضت تكوين حزب وطني كبير يلم العائلة الدستورية ويحقق التوازن في البلاد وقائم على الديمقراطية. مشروع يقوم على الديمقراطية من المحلي للجهوي الوطني، مشروع يخرج من الناس ولكن كذلك يختاروه. احنا نعلو على فتح مسار مشاورات سياسية لإنشاء حركة سياسية جامعة للعائلة الوطنية الديمقراطية الدستورية العائلة كل. هذا وأكد بن غربية أن تحيا تونس ليس حزب الحكومة أو حزب السلطة، بل مشروع حزب للعائلة الوطنية، وأكد أنهم باش يعملوا على تجنب أخطاء بقية الأحزاب في المشروع السياسي الجديد. مصطفى بن أحمد أكد أن تونس تحتاج الحركة وطنية جامعة وقوة تمثل قاعدة واسعة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى لأعلاء المبادئ والأهداف أكبر من بعض المجموعات الصغيرة المشتتة المتنافسة، وقال أن الحزب الجديد لا يقوم على الأشخاص بل قائم على أهداف سياسية جامعة وزعامة جماعية تجسد إرادة القواعد. وحاول دعم حركة النهضة للمشروع السياسي الجديد، والتصريح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بأنه تحيا تونس هو نسخة مشوهة من نداء تونس وسيعرف نفس المصير. هذا كان رد مصطفى بن أحمد. اليوم النهضة دعم لنفسها لأن لها وزراء في الحكومة تدعموا نفسها. أنا ما نخدمش التنجيم، هو ذلي ولا مختص في التنجيم الحزب الجمهوري فهمني هو، أما المشكلة نتاعه أنه معناها ما استشرفش مصيره هو. سليم العزيبي اللي تم تكليفه البارح بخطة منسق عام للحزب لمتابعة الإجراءات القانونية والسياسية أكد أن المشروع السياسي الجديد لا يزال في المسار التأسيسي ويعمل بمقاربة جديدة من القواعد نحو المركز، وأنهم في اتصال مباشر مع عدة أحزاب للانضمام للمشروع السياسي الجديد. احنا الحقيقة في اتصال مباشر ودائم مع كل الأحزاب اللي موجودة في عائلتنا السياسية، من الأحزاب اللي مكونة معنا الحكومة كيما مشروع تونس كيما المبادرة، احنا باش نتصلوا بهم باش نحاولوا نخدموا معاهم واللي نلقاو الأرضية اللي توحدنا الكل مع بعض. مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مرحبا بك من جديد. قبل ما نمشي للتفاصيل في طبيعة هذا المشروع السياسي والمولود السياسي الجديد، سنبدأ بالجدل القائم حول اسم هذا المشروع تحيا تونس. برشا تقال عليه، برشا انتقادات، ثم حتى اللي يقول لك هذايا فكان لشعار نداء تونس واستيلاء عليه. كيفاش تم اختيار اسم الحزب هذا وعلاش تحيا تونس؟ لا، هو المقصود به مش الاسم، هو المقصود به الحزب في حد ذاته. الناس اللي علقت هي من الأصل تحركت من المنطلق على أن تمنع أن نوصل اللحظة لتكوين الحزب، هذا واضح ومفهوم. بالنسبة للأسماء، إيش نعمل اللغة العربية؟ هذيك حدودها الأسماء الكل معناها تعملت. ما تقلقوش الناس من اسم تونس. ما وجدت مقامة برشا ناس مصطفى بن أحمد يقول لك هذايا شعار لكل التونسيين، احنا تونس. حتى في اللونجاج العادي يقول لك هذاك، نقولوا حتى مواطن عادي يقول لك تحيا تونس. علاش نستفرد به حزب سياسي؟ علاش يتم تأسيس المسألة؟ علاش بعض أحزاب تونس؟ أولا تونس الأمام، تونس ثانيا تونس عاشرا، تونس ألف، تونس مليون، ولا نشيد الحرب الجرى بني وطني. هذا معناه كل حزب له معنى. مع الحزب هذا المعنى من وراء الاسم هذا تحيا تونس، اللي هو حزب يحب يكون جامع لأكثر ما يمكن متواسع، منصهر مع الروح التونسية لا أكثر ولا أقل. هذه في مطابعته ماشي فلسفة.
هو حزب هو حركة، شنية طبيعة هذا المشروع ونحب تمشيوا به؟ هو كل حزب يبدأ بحركة، يبدأ بحركة إلى أنه معناها بعد ما يستكمل مراحل بناء يستكمل مؤسساته وانتخاب قياداته وبرامجه، وقتها يصبح معناها مؤسسة مكتملة ويصبح حزب. احنا اللي حركة النهضة خليت اسمها حزب حركة النهضة لأن الهدف لربما ما نجمش نحكم على غير لا ربما الهدف المحوري نتاعها ترى ما زالت ما اكتملتش الآليات والأدوات لاستكماله. احنا ما زلنا في مرحلة أولى نتاع بداية، مرحلة استشارية اللي ختمناها بالأمس وكان اجتماع اختتام اللقاءات الجهوية، ثم الآن باش ندخل في المرحلة الثانية. اللقاءات الجهوية صارت في 24 ولاية في كافة الجمهورية، 23 ولاية في الحقيقة، معناها قبل اللي اجمعناها مع جابس والوقت والظروف اللوجستية هي منعتنا، لكن مش نستكملوا قبل اللي في الأيام المقبلة إن شاء الله 23 ولاية. يقول علاش المستير خليتوها معناها في الدقيقة 90؟ الاجتماع صار نهار السبت قبل عشية. أنا من المستير الأول ولا الثاني؟ لا نحكي على أنا الأول. لا ما نخبيش عليك، احنا ما زلنا راهو ما عندناش معنا تنظيم، ما كانش تنظيم دقيق دقيق، ما عملنا خطة عريضة وفي الحقيقة صلحنا في سير الأمور. احنا كنا من راوش ضرورة للعقد المستير أنه مش تحتضن اجتماع، لكن المجموعات اللي معنا في المستير شد صحيح قالت لازمنا نعقدوا لقاء، لذلك عملناه سبت العشية. شكون العائلة السياسية لتحية تونس؟ شكون باش يكون موجود فيها؟ علاش القوى السياسية هذه باش تكون معاكم؟ علاش اختارتكم؟ شنو هو الفرق بين تحية تونس وبقية الأحزاب الأخرى؟ شنو اللي فرقكم عليها؟ شوف احنا رحنا مش نخلقوا في العجلة من جديد، ولا احنا انا مبنين على فراغ، نحن نجدد مشروع كنا نطمحوا له من عام 2011 على الاقل 2012 نطمحوا على ان نأسس قوة وسطية جامعة في ذلك الوقت في تلك المرحلة معناها تكون ند لحركة النهضة وتقف الزحف نتاع السلفية وزحف الإسلام السياسي في ذلك الوقت، حزب مدني يحفظ ارض الحركه الوطنيه الاصلاحيه، ولا كان بالاساس لدى تونس. تمت العديد من المحاولات، برشا ناس تنسى بعض المحاولات الهامه لكنها اللي كانت محدوده، تنسى محاوله القطب الديمقراطي، القطب الديمقراطي الحداثي، تنسى مبادرات اخرى، العديد من مبادرات التوحيديه معناها تعملت في العديد من المرات. مصطفى الأسباب اللي تحكي عليها هل هي ما زالت لليوم؟ الضرورة ما زالت. ضرورة شنو؟ ضرورة وجود قوة وسطية. أي لإيقاف زحف في شكون المرة هذه؟ المرة هذه لإنجاز ما تم الوعد به ولم ينجز. لأن القوة اللي أنتم وعدتوا برشا حاجات. أي خلني نقول اللي وعدتوا الكل ما تحققش. أي ما متفق معك يا سي محمد. لا الأساسي هو إيقاف زحف الإسلام السياسي. هل ما زال هذا هو 11. أي هل ما زال هو نفسه توا اليوم شعاركم معناها المبرر الأساسي لتكوين الحركة هو هذا؟ محمد شوف خليني نمشي لك بالمرحلة، علاش تحب تجيني من الأخر أنت؟ مش أولوية بالنسبة لي أنا الموضوع هذا اللي تطرح فيه. الأولوية بالنسبة لي أنا أنه ما نسألش على أولوياتك، أنا نسأل الأسئلة اللي ربما تتوارد في خواطر الناس. أنا من نجم نجاوبك كان بالتسلسل. تفضل خذ أنا وقتك. أنا من نجم نجاوبك كان بالتسلسل. ما عنديش الصبر متاعك. مانيش نهم الانشغالات نتاعك سي محمد، ونحترم انشغالاتك، لكني من نجم نهم إلا بالأساس. الموضوع الأساسي بالنسبة لنا احنا أنه برشا ناس تقول شو تضيف وشو تعمل. نحن نجدد نصلح ما تحطم معناه ما تعمل الا جستمو. انت مهمه جدا النقطه هذه يا سي مصطفى بن احمد، يقول لك شنو هو وجه الاختلاف مع نداء تونس باغ اكزومبل، هذا مشروع يبنى حاليا باشخاص كانوا سبب في ازمه نداء تونس واحزاب اخرى مش فقط كان نداء تونس. كيفاش انا اليوم ينجح مشروع سياسي باشخاص اثبتوا فشلهم في اداره الازمات السياسيه واداره احزابهم وانضموا حتى الى كتل برلمانيه اخرى؟ اداره الشان السياسي مش كما اداره الإدارة والمؤسسات الإدارية والوحدات، ثم خلط واحد لهنا. هي السياسة تقوم على المبادئ وعلى البراغماتية، على حاجتي تقوم. أنا تضع برنامج ثم تحط البرنامج أنا في طور التطبيق، ومن خلال ذلك تكتشف قدراتك أنت على الإنجاز
وأيضا نقاط ضعفك. احنا اللي سنجدد الآليات والفكرة، ولربما الأشخاص الذين لم يعد لهم بالطبيعة مش تفرزوا، مش تفرزوا طبيعتهم، احنا مش نضعوا آلية للفرز الشامل. احنا ما زلنا في الانطلاقة تو. تقول لي انا كيفاش نستوضحك هوني على جزئية؟ تفضل. يعني الشخص الرئيسي اللي انتم فوضتوا له يكون هو المنسق العام سسليم العزابي. ايوه سسليم العزابي كان هو مدير الديوان الرئاسي وكان احد اعمده نداء تونس. ايوه خرج من القصر صامتا، ما قال حتى كلمه، لم يقيم تجربته لا في نداء تونس ولا في ولا في رئاسه الجمهوريه. ايوه ونلقاه في مشروع جديد يرفع يعني شعار التجديد والاصلاح ومش يبني ومش يستفيد من اخطاء الماضي. هو ما قالناش اخطاء الماضي، هو كان طرف فيها وكان شاهد عليها، لم يقل لنا شيئا. كيفاش تحبني نصدقه؟ في محمد لا ذاك شأنك تصدقه أمر، ما نجمش نقول مانيش نحكي عليه كشخص، أنا ما نجمش نقول أنا نحكي على المتلقي. على الكل صدقوه هذا شأنهم، يعني لي حد شيء أنا يصدقه ولا ما يصدقوش. سليم العزابي هو فرد من المشروع، فرد معناها في دور متقدم، هو الواجهة الرئيسية. إجا خليني عندي نقول لك برشا واجهة رئيسية مش تو تشوف فهمتي هو كهو عريضة. لا لا ما احنا لن نمثلوا لن نديروا في عملية اللقاءات التشاورية. كان تسمح سي محمد كان تسمح وانت كان تسمح جاوبني على سؤال. لا مش نجاوبك يا سي محمد، ما عجلك على قومك يا موسى. تفضل سي فوز. مش نجاوبك. سليم العزابي اللي نعرفه كشخص، نحكي لك على سليم العزابي كشخص. كشخص انا ما عرفتوش في نداء تونس، لكن عرفته في المنطلق كان طرف معنا في القطب الديمقراطي الحداثي. كان يمثل مجموعه مشكله القطب الديمقراطي الحداثي. ثم سليم العزابي توحد في نطاق الجمهوري، ثم دخل كما دخلوا برشا ناس في المسار نداء تونس. مساله تقييم الشخصي امر لا يعنيني انا. اما مش يجاوبك سي سليم وانا وبكلنا من خلال التقييم اللي عملناه في اللقاءات الجهويه، عملنا تقييم مستفيض. هذا باش يصدروه في وثيقه تقييميه تفصيليه. خلاصته التقييم هذا. لا خلاص بالاساس هو تهميش القواعد وعمليه الاسقاط. شكون هماش؟ باجي قايد السبسي ولا ابنه؟ شنو على عملوا الاسقاط؟ تهميش القواعد قلت لي. تهميش من طرف الحزب. إيه شكون؟ من طرف من 14 بدات العملية أكثر، لأن لازم نفصلوا ما بين العمليتين. كان ثم حياة حزبية قبل 14، كان ثم حياة حزبية وكان ثم قيادات وكان ثم شخصيات. المنعرج من بعد الانتخابات لما انتقل السيد الباجك للقصر، هذا معناها أمور تفصيلية. أما اللي فهمناه أنه معناها وقع تهميش كامل للقواعد، وقع أيضا التخلي على برنامج الحزب، هوية الحزب. لا هذا كله باش يصدر في وثيقة تقنية مش تبقى فيها نفس العزابي مصطفى بن حمد والالاف المشاركة في التقييم التي قيمت، ومش تصدر هذا التقييم خلال الوثيقة. نقده الذاتي هذا موكول سي سليم، موصول كل شخص فرد تجربته الخاصة، كل واحد ينجم يقيم تجربته كما يريد. اما احنا نحكيه على التقييم الجماعي اللي مش نبنيو عليه الانطلاقة الجديدة. هذا اللي يهمني انا في سليم ولا غير سليم. ورمزية سليم اللي احنا بدينا في تجديد القيادات السياسيه، نحبوا نجدوا ونشبوا القيادات السياسيه، ورينا انه سي سليم ثم اخرين اكتشفناهم حتى من خلال هاللقاءات هذه، نساء ورجال شباب، اكتشفنا معناها قدرات وطاقات قويه ياسر قوية ياسر وقادرة أن تأخذ المشعل. ربي اسمح لي مالك أنتم هو القطعة مع أخطاء الماضي هيك وأنه ما عادش فما حزب متاع مولى الباتين ده. ما عادش هو في الاجتماع اللي عملتوه اسم الباجي قايد السبسي ما تذكرش تماما. لا تذكر. شكون ذكر؟ سليم والعبد لله. هاي يمكن أيوة. أذكر يعني محاولة وذكروه برشا. ما جبدوش سي مصطفى بن احمد في كلمته، جبد تقريبا يوسف الشاهد 8 مرات وما حكاش جمله على الباجي قايد السبسي. والله نحكي على اللقاءات. وجبد على بورقيبه مش على الباجي. لا مش على الباجي قايد السبسي، على بورقيبه. انا نحكي على اللقاءات الجهويه. قال ما تذكرش. قال انا ما نجمش نجادلك لك ياسر لاني ما تبعتش يعني الكلمات نتاعكم. لا لا تذكر. شوف كان في هذه. خليني اكمل لك سؤال. كان في هذه والباقي دبر راسك. كمل لك سؤال. هذه تذكر. يعني الباجي قايد السبسي غيب تماما رغم اللي هما النداءيين هم الأغلبية في المشروع هذا. خذيتوا شعار حملته الرئاسي،
اصلا حتى الناس القراب منه. يعني واحد كيما صلاح الدين فرشي اللي هو معروف اللي هو صديق الباشي قايد السبسي، حضرتوه في الاجتماع نتاع معناها هو ما عندوش حتى اراده. استناني لحظه ما عندوش اراده استناني لحظه برك كرناها احنا من دار جبناه. انتوما قلتوا تقطعوا معمول الباتين ده، جيتوا في الاجتماع هذا لا. وعديتوا فيلم على يوسف الشاهد مع عقلية الباتين، عديتوا فيلم على يوسف الشاهد اللي هو مش حاضر معاك. خليني نقول لك فسر لي اذا هذا مش عقلية مول الباتين ده شنو هو الفيلم اللي عديته؟ الفيلم الدعائي هذا شنو؟ في محمد احنا عدينا الفيلم على الاسباب اللي انطلقت من اجل الحزب اللي هي حاجتي. هي اولا لما وقعت محاولة عزل الحكومة، اسقاط الحكومة من طرف نداء تونس وبالاساس بقيادة سي حافظ قايد السبسي، ومعنى الشخص اللي تصدى للعملية فقط لا أكثر ولا أقل. وأن العقلية زادة مش نقول لك لا احنا 100% مش نصبح وكنا في شيء نصبح في شيء، لازم شوية وقت باش نضع الآليات باش نضع الوسائل اللي هالعقلية باش تنزع بصفة تدريجية. عندكم الوقت هذا؟ عندكم موعد الانتخاب اذا صارت الانتخابات؟ لارجومون لا، احنا مش نبنيو حزب كان الانتخابات، نحبوا نبنيو. عندنا طموحنا كبير وكبير ياسر، طموحنا هي تجديد هال 6000 او 7000 اللي حضروا لكم بالمستير. ما عندك صبر باش تكمل تسمع لي. مش تقول لي مشروع حداثي وعائله وسطيه وكذا. مش حداثي والله انا مش نقول لك حداثي. هيا سيدي كمل انت تو مش تنازل لك ما يسالش. هال 6000 هذوما اللي جاب شو اللي جابهم؟ شكون اللي جابهم؟ شو اللي جابهم؟ جاو الناس هذيك شركه في المنتخب. لا شو اللي خلاهم يجيو؟ اللي خلاهم يجيو الحل ماني باش نقول لك عاد. ما هذا هو اللي يهمني. في تجديد القوة، في تجديد معناه في شكل حركة وطنية تكون رافعة للمرحلة القادمة لبناء تونس الجديدة. أنت تفسر هيك يعني يقول لك تجمعهم من الطبلة والمزمار. اليوم معناها الناس تلم لتوزيع الغداء. أنا وديت نفرجك لازم نعدي لك أفلام نتاع النقاشات، النقاشات سمع فينا فيها وسخ وذنا. وطلبوا منا الضمانات وكانوا حادين في طلب الضمانات وعملوا تشخيص دقيق واقعي وقالوا لنا الثقه مش شروط المره الجايه فمش كارت بلانش. سي مصطفى هذا ما صارش في تكوين نداء تونس؟ لا جميع في تكوين نداء تونس وقت لجنه تاع هيكله فيها 40 من البدايه تعثرت نظرا للتدافع اللي كانت تجي الناس من جهات مجموعات. وقتها زاد صدع رؤوسنا بمساله حزب ديمقراطي بمساله. لا نحكي لك على الطريقه. الوعود لا لا هو راي النيه، مش نحكي على النيه، نحكي على الاسلوب اللي اعتمد. ما اعتمدش لقاءات جهويه تشاوريه، لكنه زاد موضوعين ما كان ثم رصيد ينجم يقيم عليه. وقت اللي صار لهيك كيفاش صار؟ صار ويمكن 30 40 لجنه من 40 وثم تدافع رهيب وكل جهه مقسومه على اربعه وكل واحد يضرب على منسق وعلى مجموعه نتاع منسقين بدايه التاسيس. الفرق ما بين نداء تونس وتوا هي نداء تونس كان ثم شخصيه كاريزماتيه جامعه هو شخص باجي قايد السبسي الا معناه وفر مناخ العدد من الشخصيات وقتها باش ظهر وبرز تاع سي مصطفى بن احمد. جيت ونفس الكلام اللي كان يتقال وقتها، يعني وقتها وقت تكون بدايه تكوين نداء تونس برشا ما قالوا حزب مبني على شخص مكون لربح الانتخابات القادمه ومن بعد ذيك يتفرقعوا. بالفعل هذيك هي النتيجه اللي شفناها من بعد. وكلكم حكيتوا على نفس التوجه الحداثي الديمقراطي اللي باش يبني اللي باش يعطي للانتظارات مواطن تونسي. في الاخر ما لقينا حتى شيء، لقينا عرك ومعروك، لقينا ازمه، لقينا تشتت. لقينا ربحنا انتخابات بنتيجه سي مصطفى بن احمد، هذه هي النتيجه. لقينا نتيجه ونتيجه مهمه يمكن ما تترجمش الى الفلوس وما تترجمش الامور الماديه وصحيح التعبين الاقتصاديين والاجتماعيين. لقينا اللي ربحنا الاسلام السياسي في البلاد العربيه الاسلاميه بالصندوق، ولقينا اللي معناها تحالفتوا معاه من بعد العديد ربحتوا بالصندوق وتحالفتوا معاه. لا نحينا ثم شيء تنحى حتى كان وقع تحالف من بعد، تنحات المرجعيه الدينيه من الدستور وعملنا دستور صلحنا فيه. تذكر الدستور جوان ودستور اوت. لا لقينا على مدى بعيد لقينا تعثرنا فيما بعد. ايه رضا بالحال مش مساله معناها منعدمه تماما ظلمه ما ثم شيء. تحيه تونس الانجاز اللي قاع توا الانجاز وقتها انجاز تاريخي. حركه تحيه تونس انتكاسه توا
إيه حركة خارجة على القانون، تمويلاتها مشبوهة، وتقف وراء حركة النهضة هذه رضا بالحاج. حسن العمال القيادي في نداء تونس يقول يوسف أو يوسف يوسف شاهد بمزيد شرذمة القوى الديمقراطية التقدمية في البلاد وفسح المجال لحركة النهضة لمزيد التوغل السياسي والأيديولوجي. زهير المغزاوي استعمال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإمكانيات الدولة لتشكيل حزب سياسي يعد تحيل على الأحزاب السياسية والمواطنين. عصام الشابي حزب سياسي جديد منسوب لرئيس الحكومة هو نسخة مشوهة من حركة نداء تونس وسيعرف نفس المصير. هذه بعض اللي سمعناه منذ الإعلان وبعض الآراء تجاه هذه الاستقبال. أنا الرهم معناها كأنهم شوية متقلقين، ما يحبوش قوى أخرى، معناها هذوما اطمأنوا التشرذم نداء تونس وللتفكوا فهمتني، وهذوما معناها يقول لك الفرصة الوحيدة اللي نجموا نجدوا فيها مكانتنا أنا كفرق صغيرة كان في ذل أنه ما تجدش قوة وسطية جامعة اللي تنجم تعمل خط سياسي وطني جامع. هذاك علاش خاطر هذا كلها جانبية بدون اتهام بدون أنه الحزب هذا يستعمل في وسائل الدولة بدون مؤيدات. أنت في مقدمة يعني حاملي المشروع هذا، اتهام كمن هذا أنه الحزب هذا مشروع الحزب يتحرك بإمكانيات الدولة، كيفاش ترد عليه؟ الرد علي أنا قاعد نتنقل بسيارتي. انت بسيارة صديق كلنا انا وسليم مشينا في سيارة صديق. شكون يخلص الوطيل اللي عملته في الحاضرين جسمه بفلوسنا تبرعاتكم في بعضكم؟ لا 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 بفلوسنا، كل واحد يخلص على روحه. لا بفلوسنا خلص علينا حد الوطيل، ومكرنا الدوله ما خدناش منها كار وتجنبنا. باش نقول لك حاجه، تجنبنا ان الجماعه اللي جمعت اللي تكفلت باش تنظم تنقلات على مستوى الجهات، نبهنا وخذينا قرار ما ياخذوش قرار من كيران، ما ياخذوش كيران من الشركه. عارفين واحنا الوسائل هذيا والوزراء وكتاب الدوله اللي كانوا حاضرين جايين نفكرها بهم وفي خارج اوقات العمل وهذه بلاي باش نقصوا الموضوع هذا. ما ثماش في العالم وزراء غير سياسيين، في العالم أجمع الوزراء ينتمون إلى أحزاب وهم نشطاء سياسيين بامتياز، وأيضا لهم مسؤوليات حزبية وفيهم أمناء عامين، ولذا هذه معناها قصة ما نعرفش أنا فين وقع ابتكارها وابتداعها. مثلا كانت هما وزراء سي محمد عبو مثلا مثال على سبيل المثال مع احترامتي ليه، كان تخلى على نشاطه الحزبي، ولا كان سي المرزوقي رئيس دولة ما أدرك تخلى، هو رئيس دولة المطالب بالحياد تخلى على سي بيير وقتها، نعرف الصراع والعركة اللي تم في سي بيير. هذا معناها ضرب من ضروب المحاجة الفارغة، وخاصة سي رضا بالحاج هو أدرى بالأموال الفاسدة. أنا يعرف نعرف ندخل داري شو معناها هو أدرى بالأموال هو أدرى 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 بشكون يمول أخويا، هو تخلى في مغامرات كبيرة خاطر عمل تجمع مرة كبير في جربة. نحب الناس هو في النداء، هو في النداء شنو هي الوسائل اللي استعملها؟ نحب الناس شنو هي الوسائل يعني تتهموا اللي هو استعمل وسائل يعني رئيس الجمهوريه باش نظم يعني الاجتماع تاع الدوله وسائل وهو في وسائل الدوله هو شوف هو الدوله عنده حقه يشوف الناس كل نسخه منه فهمني سي رضا. اما حسام لو كان يتلاها في يصلح الجمهوري خير، على خاطر الناس اللي ابدعت في تفكيك حزبها واللي ما نجمش نعطيو دروس على الاحزاب الاخرى حول حزب الجمهوري هو اللي عطاك مسلم العزابي راه هي هذيك عليها ابدوا هما كيما الجمعيات كيما الجمعيات اللي تكون الملاعبيه هما معناها يكونوا الملاعبيه يعطيهم الاحزاب الاخرى. تسمح لي نرجع مره اخرى لمشروعكم انتم لحد الان خطاب الانسجام والصفاء والعصافير تزقزق. انت عملت اشاره كيفاش صارت الاختلافات في نداء تونس على المنسق الجهوي. اليوم يعني الرهان والاختبار الحقيقي لحزبكم هو هذا، هو صراع الوجهاء والزعامات في الجهات. انت تعرف مثلا نعطيك يعني بعض الامثله في المستير، انتم اخترتوا انه اول من يتكلم في الاجتماع هو رئيس البلديه، هو رئيس البلديه سي منظر مرزوق. ما نتصورش انتم جبتوه يعني ضيف شرف، معناها منظر مرزوق اللي هو كان ندائي ايضا وربح النداء في الانتخابات البلديه بقائمه مستقل. أيوة. يعني واضح انه هو جزء من مشروعكم. المستير فيها منظر مرزوق، فيها جلال غديره، فيها انيس غديره، والقائمه طويله اللي راوا في انفسهم مشروع زعماء في الجهه.
في القصرين نفس الشيء، في سوسة نفس الشيء، في صفاقس نفس الشيء. وقت ما تجي توزيع المهام والمناصب، شو اللي يضمن لكم انه ما تصيرش نفس الانشقاقات والاختلافات والصراعات اللي صارت في نداء تونس؟ حاجتين يضمننا، مش اللي هما احنا باش نعملوا نظام داخلي يمكن اكثر الاطراف، الاطراف المكونه واحد تكون ممثله في الهياكل. معناها مش نراهنوا كما قبل نجيو لشخص ولا الوجه من الوجوه البارزه في المنطقه ونراهنوا عليه ونعطيوه معناها سلطات مطلقه، انه بالاساس مش تكون الفاعلية لدى التنسيقية ولا التمثيلية الجهوية مش تكون ممثلة أوسع ما يمكن من طيف معناه بالتمثيل النسبي. ثم الانتخاب، هذا أقصى ما نجمو نعمله إلا رضا بالقواعد. مؤتمركم مش يكون انتخابي بالتأكيد، أما مش أقول لك عاد انتخابي مش نوضح الأمر كيفاش انتخابي. خليني نكمل لك سي محمد العملية هذه، هذا أقصى ما يمكن من نعطيه إلا رضا معنا بهذايا تفضل مرحبا، إلا ما رضاش الله يوجهه خير. ما عندناش زعيم بالمسبق. موعد المؤتمر الانتخابي إن شاء الله ما عندناش زعيم بالمسبق جهويا ووطنيا. وطنيا عندنا واجهة، عندنا واجهة يوسف الشاهد، عندنا واجهة يوسف الشاهد. مبدئيا حسبنا الأمر من ناحية يوسف الشاهد إذا أراد ذلك. مش يكون هو من بين مؤسسي الحزب؟ ما زلنا الحق في جدل الحال، وقتاش تقدموا قانونيا يعني ملف تقديم الحزب؟ شكون هم المؤسسين؟ بون عندنا جدل نناقش اسكو باش يكون عدد محدود او عدد واسع، باش نزلنا نناقشوا في القواعد الموضوعيه للتاسيس. ربي مالك سؤال التواريخ على موعد المؤتمر ايضا وتهرب من الاجابه. أيوة. قلت له كتله الائتلاف الوطني كانت يعني عنصر اساسي في تكوين هالمشروع هذا. أي. سؤالي وكأنه توه الكتلة هذه النواب قاعدين بشوية بشوية يبعدوا، ما عادش هما القاطرة ولاو في الفقونة التالي. سؤال النواب شو موقعهم في المشروع السياسي؟ هو حتى خبز دجاتور، حتى خبز دجاتور اللي شفناه سي مصطفى بن أحمد، خبز دجاتور تحية تونس الائتلاف الوطني. إلا النواب هما اللي قاعدين ينظموا في الجهات في اللقاءات الجوية. شكون تكلم منهم في الاجتماع؟ ما ريت حد تكلم غير كنتي. قلنا بتكلم منهم، هذا بتفويض منهم سي محمد فهمني، واحنا تجنبا زاد العمليه انه الناس تتقلق وتضايق وترى ثم عيب نتاع الكتله. الكتله شريك وركيزه من ركائز كمال الحاج تاسي. شكون يمثلك تكلم؟ سي محمد خليني نكمل. تفضل. انت ما فهمتك بسرعه هذاك علاش؟ وانا نحب انا نفهم الناس اللي متجنبه. انت ذكي وانا لا اقل عنك ذكاء. سي مصطفى بن احمد باش نرجع لك للصوره، باش نرجع لك للصوره. خبز الجاتو اللي شفناها والله ما شفتها. تحيه تونس، تحيه تونس وتحيه الائتلاف الوطني. شفناها يعني جبت ذا وقتنا. لا والله ما شفتها. الحلو مش باهي لي. لا ما شفتهاش الصوره هذيا. صدقني شنو الصوره فيها؟ هاني وريتك يعني هكا اكتشف فيها حتى ذاك. يطرح سؤال حزب الكتله ولا كتله الحزب؟ لا اسمع كلمك، احنا الكتله هي كتله مؤسسه للحزب وركيزه من ركائز، اما ماهوش ممكن العقليه هذه اللي افسدت نوعا ما الحزب تجنبناها. الكتله مؤسسه للحزب لكنها لا تحتكر الحزب. كمال الحاج تاسي شكون يمثل؟ يمثل عموما شريحه دستوريه واسعه اللي شاركت معنا. مهدي بن غربيه يقول عديد الاحزاب اتصلت بنا واقترحت حل نفسها، شكون الاحزاب هذه؟ أسد مهدي من غربية هذا اليوم في تصريح على إذاعة شمس في معاد ما هو معاكم كيفاش نسأل معاكم أنتم من الأول في برشي ما معاكم في نفس الحزب. كل واحد يجي يتكلم ياخذ ترخيص من عندي ولا نعسلو على لسان الشيخ. أنا نعطيك لا هكا معناها كل واحد، لا هكاك معناها نفهموا لي كل واحد قاعد يناقش وحده في الحزب. لا 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 مش منقسمين، مش منقسمين. ممكن عنده خبر ما عندوش بنفس الدقة، أما عندنا مجموعة من الأحزاب اللي متصلين. مشروع تونس من بينهم؟ غدوة مش عندنا لقاء معها العشرة. هل هو من الأحزاب اللي مستعدة معناها يفكك نفسه من أجل؟ لا يفكك نفسه ولا يخلي نفسه من يدخل. هو من الأحزاب المستعدة أنه باش نتوحدوا مع بعضنا. الصيغة والشكل هذايا باش تحطوا فيه انطلاقا من غدوة. محسن مرزوق يقول قيادة حركة مشروع تونس ستجتمع بقيادة المشروع السياسي ليوسف الشاهد للتحاور حول انتخابات 2019. لا غدوة على التوحد السياسي، على التوحد السياسي غدوة. ما نعرفش 2019 ممكن نناقشوا مش مشكلة. معناها تحالف مش تكونوا عندي حزب واحد؟ الا باش ننظروا فيه.
شو نحبوا نبنيه على قاعده صحيحه. ما نحبوش نبنيه على المهموطه، على خاطر العديد من التجارب معناها مش انت شهر شهرين اخرها الاتحاد المدني وجبهه الانقاذ وجبهه درجته وجبهه درجته. احنا اليوم خويا نحطه على الطاوله، انت ايش تحب وانا ايش تحب، ما هو ما الذي يجمعنا وكيفاش نخلق السيمان اللي يربطنا مع بعضنا ما يتفككش. برشا تواريخ تعطات على موعد مؤتمر سي مصطفى. احنا ماذا بينا على الانصهار؟ اذا كان ما امكنش الانصهار معناها ما احناش عدمين، نجموا نقفوا في حدود ان ايديكم ممدوده لنداء تونس ما تبقى من النداء التاريخي. احنا تجديد للنداء سي محمد واحنا النداء التاريخي، ولذا مدينا من مرحبا بهم دون اي استثناء. اش معناتها اي استثناء؟ كل من هو في النداء ويعبر عن رغبته فين ويخدم معاكم مستعدين تتعاملوا معاه. إلا ما عندوش قضية عدلية، إلا ما عندوش شبهة فساد في النداء يتفضل. سيكون خصم نداء لنداء تونس في الانتخابات القادمة؟ احنا مش نكونوا خصم كل ما يعترض علينا، احنا توا خصومنا برشا. أنا كنت تشوف ناس مازلنا ما عملنا برنامج ما عملنا حتى شيء ولا ثبتونا، قالوا انتم تاع الدوله وانتم معناها اعاده انتاج الفساد وانتم كذا. احنا توا عندنا يمكن جاء 20 خصم. على كل باش نقللوا من الخصوم اكثر ما يمكن بمدني دينا وبالحوار البناء والمفيد. نختم معك بموعد المؤتمر خاطر برشا تواريخ معنا. انا قلت مبدئيا اخر مارس. اخر مارس. شكرا لك تفضل نختم معنا يعني قيادي في مشروع جديد رافع الشعارات هذه الكل، وما نسالكش على تعليقك على فشل اخر جلسه بين وزاره التربيه وجماعه التعليم الثانوي. اليوم السنه الدراسيه مهدده، شو موقفكم في هالمشروع اللي يوعدنا معناها انه يحل لنا ابواب الجنه في تونس؟ عندنا راي، عندي راي ما زلنا نتناقشوه ما بيناتنا. احنا مشروع مع انه معناها حل المساله هذه الخطيره والخطيره جدا. حل وسطي. كيش مسكر الباب؟ تو الوزاره دعت اليوم للمفاوضات. هاي فشلت المفاوضات وانسحبت الجامعة ويحكيوا على مناورات وتوقف. سمعت الوزير في الثنية، نسمع في الوزير، ما زلت ما سمعتش وجهة نظر الجامعة، وقدمت ما بيديها أن تقدمه. مش الباب مسكر، تقول الباب مسكر كان كل واحد قاعد في بلاصته. هذه الوزارة قدمت. علاش ما حضروش أعضاء لجنة التربية في الاجتماع؟ والله هذاك ما عرفتش نسأل في البرلمان، مش تسأل. سمعت السؤال نتاعك وأنا باش نسأله. احنا ما نحبوش ينفخوا في على النيران، نجنبوا سي محمد كلامك راهو ما مفهوم. علاش ما عطيناش موقف؟ ما نحبوش نزيدوا نسعوا دايرة المواجهة. سي مصطفى بن احمد، انت سمعت الوزير اكثر ما يمكن للناس الكل الخط الرجع. سي مصطفى بن احمد، انت سمعت الوزير خلينا نسمع مع بعضنا كاتب عام جامعة التعليم الثانوي. ما نمثله نحن وما يراه فينا احنا الناس. انا مش الحرب تخرج حتى على نطاق التالي. باهي، انت علقت على كلام الوزير، قلت سمعت وما سمعتش لسعد اليعقوبي، خلينا نسمعك شنو قال بالضبط لسعد اليعقوبي. كنا راهو ثم نقاط خلافيه جوهريه يخص التقاعد، فيما يخص المنحه الخصوصيه، فيما يخص الوضع التربوي، وجئنا لهذه المفاوضات. قلنا راهو يعني نجاح هذه المفاوضات ما ينجم يكون كان بالذهاب الى هذه النقاط الخلافيه ونقاشتها ومناقشتها. للاسف الشديد لقينا وزاره التربيه تريد اعادتنا للمربع الاول وبدء النقاش من جديد في النقاط اللائحه المهنيه نقطه في نقطه. احنا اعتبرنا انه هذا يعني محاوله لكسب الوقت ومحاوله للمناوره. محاولة لكسب الوقت ومحاولة للمناورة. على كل أنا اللي نطلب من زملائي وأصدقائي النقابيين أنه يرفعوا السكين من على رأس الوزارة، معناها يعطيه متنفس. ولو أنه يا سيدي ولو نتمناه وجاهة هذا الرأي. خلينا احنا ما نحتاجه، نحتاج يعد بناء الثقة قبل ما نوصل للمطالب. هو يعد بناء المتضررة على مستوى واسع. اليوم الثقة معناها تكاد شملت الناس كل. يلزم الجامعة العامة الوزارة بادرة بخطوة محدودة وتحسم لها. علاش ننكر 60 مليون دينار تحكي على الوزارة؟ تصير نحطوا نحسن الوزارة في تركينا. قدمت خطوة ناقصة منقوصة الخطوة هذه. احنا ماذا بينا الجامعة ايضا تقدم خطوة، ما يمكن ما تلتقيش تماما مع الوزارة، اما تو الوزارة قدمت ذلك. ماذا بينا هالرد بالنفي التام على الوزارة؟ هذا هو يخلينا كل واحد مزابار المشكلة هذه. مازال عنا ثلاثة جمعات على إضراب عام بيومين. ما المفاوضات سايرة؟ شوف اسمع نقول لك، كل واحد من جميعتي كان في قدره وراه. يصير إضراب عام ما يصيرش إضراب عام،
كل واحد يعني كان حسب إمكانيته ومين نجم يوصل للحل كان اللي يقدر عليه. أنت راجل عشت يعني مراحل من تاريخ تونس بما فيها أحداث 78 وتعرف كلفة يعني السلم الاجتماعي. نعم. يعني الدولة كي تعطي للقطاع الوظيفة العمومية هل الكلفة أغلى من أنه يتعمل يعني إضراب بنهارين؟ والله أسمع السلم الاجتماعي تتشرى بنوعين، تشراش فقط بالفلوس، تشرى بصفاء النية وبالاشتراك في. توا لا فما الفلوس لا صفاء النية. لا الفلوس ثم سي محمد قدمت فلوس لكن الفوليوم والتوقيت نتاع الفلوس مش على فراغ زاد انا ما رضاش فلوس ما رضاش تحل عنده حاجه اخرى شفت كيفاش يعني قلنا ما ثماش فلوس الفلوس ثم كان ما ثماش توصلنا كان ثم 70 دينار توصلنا ل 180 دينار و 130 دينار معناها تطورنا مش ما ثماش اذا كان واحد ما فماش ما يكفي ما مشى العرس وجماعه العرس عطوه طرف الحم فيها طرف عظم ما نقولش شكرا لك مصطفى بن احمد رئيس كتله الائتلاف ثم خطوه ماذا بينا نبنيو على هذه الخطوات والرعي ومعناها ظروف بالاساس ظروف البلاد معناها مش حتى من ناحيه معنويه لان معناها مسؤوليتنا على الوضع الاجتماعي والسياسي واستقرار البلاد مسؤوليتنا. شكرا لك مصطفى بن احمد رئيس كتله الائتلاف الوطني على حضورك معنا الليله. مواصلين معكم بعد الفاصل نستقبل سيف الدين مخلوف المحامي ونشط السياسي.